وفي النهاردة؟ أنا أول مرة حموني من 4 سنين. أنت متعرفش ولا إيه؟ ده النهاردة يوم تاريخي، الفنان أحمد السقا جاي عشان يشتري واحد مننا يطلعه معاه في فيلمه جديد. إيه ده بجد؟ يعني أخيراً أنا آكل أكل نظيف. مش أكل نظيف وبس، دي أضواء وشهرة ومزز وسجادة حمراء. بعدين بقى أنت مش عارف أنا بحبه قد إيه. أنا نفسي يلسوعني بكرباكو. وأنا نفسي يشدني بالجمو كده. اتفضل يا أستاذ أحمد. هي دي الحصانة اللي قلت لحضرتك عليها، ده تيتو وده رهوان. ما شاء الله ما شاء الله، تيتو ورهوان. أيوة. انتوا مذاكرين 10 على 10. أيوة. طيب تسمحي تسيبينا لوحدنا يا فرس يعني؟ أيوة. يا أنسة بعد إذن حضرتك. مهرة. أنسة إيه؟ مهرة، اسمي مهرة. يا عاشت الأسامي يا مهرة، عاشت الأسامي. عاشت يعني ثانيتين كده بس أتست مع الشباب. ماشي أوكي. شباب الخيول. أنت عبيط ياض، أنت هو ولا إيه؟ فاكرني ما بفهمش لغتكم ولا ايه؟ ده انا السائق هلا. لا مؤاخذه فنان، ما كناش نعرف انك بتتكلم فرساوي. لا يا حبيبي، بتكلم فرساوي وانجليزي وحصناوي وحمراوي وزرفاوي. يا ظريف يا لطيف، انا كلمت حصانه قبل ما اكلم بني ادمين واسالوا مامي عشان تبقوا فاهمين يعني. اه صح 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 صح، انا شفتها دي في برنامج صباح الخيل يا مصر. ايوه. بقول لك ايه، انا بحبك قوي يا فنان. ميرسي. فين ايدك؟ فين ايدك؟ اتفضل اختارني انا. لا 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 لا، تختاروا يا فنان. انت مش شايف جسمي ولا يا فنان؟ بص جسمه ايه؟ انت مش شايف حسنتي؟ حسنتي الله. قبل الايادي، قبل الايادي. اتفضل. ميرسي ميرسي، بس بقى مش عايز رغي، مش عايز رغي عشان تيست بسيط كده اشوف هختار مين فيكم. ولا تيتو ده بيطلع ورق، ده عامل لنا انترفيو ده ولا ايه؟ تيرارا تيرارا تيرارا. طيب بص بقى، قول لي يا رشوان. عايز اقول لك على حاجه. قول لي يا رشوان. انت ايه؟ قول لي يا رشوان. يبقى تقول لي. اقول لك قول لي، تقول لي اقول لك. قول لي يا رشوان. اسمي رهوان طه. سوري انا اسف. قول لي يا رشوان برضو. طب قول لي يا رشوان عادي. طيب قول لي يا رشوان. اه ليلتك سودا، ده بيرد عليا مش واخد بالك؟ اسف. ده بيرد عليا وبياخد ودي معايا. اسف. ضميرك نظيف يا صاحبي، عملت حاجه غلط قبل كده؟ هو ده الاختبار؟ ده هيهزر، ده هيهزر. ده عملت حاجه غلط قبل كده؟ يا باشا كلنا بنغلط عادي. انا عملت كل حاجه غلط، بس عمري ما كنت واحد صاحبي. جدع يا جدع يا، قول لي بقى شايف نفسك فين كمان 5 سنين؟ ان شاء الله 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 كمان 5 سنين هكون فتحت مصنع الغزل لابويا. ده انت مذاكر مذاكر. قول يا تيتو، بتعرف تنط؟ لو ده هيثبت لك اني انك ايه؟ بحبك.